يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض من المدن ومحافظات الجمهورية وعلى عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.